أهلا بكم في المحاضرة السادسة من دورة تعليم برنامج فوتوشوب المستوى المتقدم. طبعا من خلال هذا الدرس راح نتعلم تكنيكات وأمور عديدة من ضمنها الكليب ماسك، ومن ضمن الأمور اللي راح نتعلمها هي كيفية إضافة الأشكال إلى برنامج الفوتوشوب. طبعا أكو أشكال جاهزة خاصة بالبرنامج ولكن مخفية، راح نتعلم شلون نضيفها حتى نستخدمها ونرسمها بواسطة التصاميم. حتى نعمل هذا الدرس نفتح تصميم جديد من خلال الأمر File New. هذا التصميم راح يكون 3000 بيكسل للعرض في الارتفاع 2000 بيكسل، والارتفاع الريزوليوشن راح يكون 300. بعد ما نفتح هذا التصميم الجديد نحاول نرسم هلال شهر رمضان. الهلال هو موجود من خلال الأشكال، بعد ما نضغط كليك أيمن على الأشكال نختار Custom Shape Tools، بعدها نختار إلى هذا السهم، راح نلقى ننزل بالأسفل محتمل عندكم ما راح تلقون الهلال. إذا ما لقينا الهلال، إذا الهلال ما لقيناه، يعني هسه مثلا هنا موجود الهلال يعني أنا ضفته، في حال إذا الهلال ما موجود نضغط على هذا السهم وبعدين نختار All. بعد ما اختارينا All نختار Append. Append يعني إضافة أشكال أو إضافة كل الأشكال إلى المجموعة. طبعا أنا راح أختار Cancel لأن الهلال موجود. بعد ما أختار الهلال أضغط على المفتاح Shift وأجي أرسم الهلال حتى الهلال يكون بشكل منتظم. طبعا في حال إذا ما ضغطت Shift شوفوا الهلال شو راح يصير أو رسومات شو راح تكون، فأني أضغط Shift حتى يكون شكل الهلال بشكل منتظم، وأختار له لون وليكن هذا اللون الرمادي. بعدين من أداة الموف تول أختار له هذا المكان وليكن. الخطوة التالية هي رسم شكل مربع. هذا الشكل المربع الرسمة يفضل أيضا Shift، نختار هالشكل أو هالحجم، بعدين نختار له لون وليكن اللون البرتقالي أو اللون الوردي، بعدين نضغط دبل كليك في المساحة الفارغة حتى نطلع Layer Style، وروح على Drop Shadow نضيف Drop Shadow، ونروح على Stroke ونضيف Stroke ونختار لون أبيض، ممكن نختار الحجم 10، نختار 10 Stroke، بعدين موافق. بعدها ممكن نشوف انه الدروب شادو قليل، ممكن نزيد شوية الدروب شادو، ممكن نزيد شوية السايز، وطبعا مثل ما تلاحظون ممكن ان نختار نغير بشكل البوزيشن من الاوتسايد، ممكن نختار سنتر يكون افضل، بعدها اوكي. طبعا نحاول بتدوير الشكل ونحاول نقسم هالأشكال، طبعا إذا لاحظنا أنه الشكل كبير ممكن نصغره، ونحاول نقسم هالأشكال على شكل الهلال. طبعا ممكن أن يكون بهالشكل، ممكن نحاول بتدوير الهلال الأشكال حتى تعطينا شكل جميل. وهكذا الآن نملي الهلال ب الأشكال.
طبعا حتى اختار اي شكل من هذه الاشكال اضغط كنترول والمفتاح لكليك الايسر، اي شكل اريد اختاره كنترول ولكليك الايسر، كنترول ولكليك الايسر حتى يساعدني هالامر بالاختيار. وحتى استنسخ الشكل اضغط الت واسحب الشكل، الت واسحب راح تتم عملية الاستنساخ، الت واسحب. تمام، بعد ما كملنا رسم المربعات حول أو على الهلال ممكن ننزل إلى الأسفل ونحذف الهلال، نحذف الرسم الهلال اللي احنا خليناه كجايد بس مجرد نرسم عليه. صار عندنا هالشكل الجميل. شو بقى عندنا؟ بقى شلون نملي هالمربعات بالصور. طبعا نختار الصورة، قلنا من خلال كنترول وكليك أيسر نختار الصورة. بعد ما اختارينا الصورة نروح على فايل بليس وندرج اي صورة من هذه الصور، مثلا هذه الصورة. طبعا نحاول ان الصورة تكون على قدر المربع اللي اختاريناه. بعد ما اختارينا المربع نضغط علامة الصح هنا فوق ونضغط كليك ايمن على الصورة ونختار Create Clipping Mask. بعد ما اختارينا Create Clipping Mask راح تكون هذه الصورة مقيدة داخل الشكل، وطبعا نقدر نتحكم بحجمها. بعدين اوكي ونختار الشكل الثاني، وبعدين فايل بليس نختار الشكل او الصورة الثانية. نحاول ان الصورة تكون فوق المربع اللي احنا اختاريناه. طبعا ايضا نفس الطريقة، كليك ايمن على الصورة وبعدين كرييتنج كليبنج ماسك. وهكذا نكمل بقية الصور. نختار الصورة الثانية أو الثالثة، كليك أيمن فايل أو ونختار مثلا هذه الصورة، بعدين ممكن أن نحاول أن ندور الصور بنفس زاوية دوران المربع، شكل المربع، وبعدين كليك أيمن كريت كليبنج ماسك. ممكن نزغر الصورة حتى تكون بشكل أجمل ونختار الصورة، نختار الشكل الآخر place ونختار مثلا هذه الصورة. طبعا كليك ايمن على الصورة create clipping mask وممكن تكون بهالشكل file place، وممكن نختار مثلا هذا الشكل او هذه الصورة. كليك ايمن و create clipping mask. طبعا ممكن ندور الصورة حتى تعطينا
هالتناسق الجميل. بعدين نختار الشكل الآخر place، ومثلا هذه الصورة. create clipping mask، ممكن ندور الصورة. اوكي، وهكذا الى ان نكمل بقية الصورة ناخذ او بقية الاشكال. طبعا ناخذ مثال اخير، نحدد الشكل. طبعا قلنا نحدد الشكل من خلال الكنترول ونضغط على الشكل، وبعدين على فايل بليس، ونختار اي صورة ولتكن هذه الصورة، ونزغر الصورة، وضروري ان تكون الصورة فوق المربع اللي احنا اختارينا. بعدين طبعا نحرر الصورة من خلال على كليك على علامة الصح، بعدين كليك ايمن على الصورة و create clipping mask. طبعا وهكذا الى ان نكمل بقية الاشكال. طبعا هذه بعد ما كملنا الاشكال، بعد ما كملناهن لاختصار وقت الفيديو، تبقى انه شلون نملي الخلفية بالباترن. طبعا حتى نملي الخلفية بالباترن نضغط دبل كليك على صورة الخلفية الباكجراوند، وبعدها نروح على الباترن، وطبعا نضغط على هذا الخيار، وفي بعض الاحيان من نلقى صورة الباترن هذا اللي هو باللون الاخضر، نضغط على السهم ونختار مثلا كولر بيبر، وايضا ابيند راح تنضاف عندنا هذه هي الباترنات. مثلا انا راح اختار هذا الباترن، وطبعا اقدر من خلال السكيل اتحكم بالخامة، ومن الاوبسيتي اتحكم بالشفافية. الاوبسيتي راح اخليها اوكي، يعني كاملة 100%، ومن السكيل نختار في السكيل معين، وبعدين اوكي. حتى نضيف الكتابة نروح على اداة التي ونرسم مربع نص، ونكتب رمضان كريم، نكتب رمضان كريم، وطبعا نعطي حجم معين للنص وليكن 72، او ممكن يكون 200 رمضان كريم. حتى نغير من شكل اللون او نغير من شكل النص، نقدر نروح على كليك دبل كليك على الطبقة الخاصة بالكتابات، وبعدها نروح على gradient overlay، وممكن من خلال هذا الخيار نختار gradient overlay وليكن مثلا هذا الشكل جميل، او ممكن هذا الشكل ايضا جميل، وبعدها اوكي. صار عندنا هالتصميم الانيق، وممكن انتم تغيرون اشكال اخرى مكان الهلال، وممكن تختارون اشكال اخرى جميلة موجودة بالكوستم، موجودة بالكستوم شيب. هذه الأشكال طبعا ممكن هذه النجمة، أو ممكن هذا القلب، أو أي صورة أخرى أو أي شكل آخر تقدرون تملون بهذه الصور، طبعا راح يطلع تصميم أنيق وجميل. بالنسبة لي الواجب الخاص بهذه المحاضرة، كل شخص يحاول يصنع لنا مثال تطبيقي بنفس المثال اللي اشتغلناه بهذه المحاضرة. طبعا أنا إن شاء الله راح أرفق لكم بالتعليقات أفكار وصور لعمل الكليبينج ماسك، او لتشكيله الشيب بالكليبينج ماسك، وحاولوا تشتغلون احد هذه الافكار حتى تعتبر تطبيق لهذه المحاضره. نلتقيكم في المحاضره القادمه باذنه تعالى.